بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله مكملين في كورس التسليح. إحنا أخدنا طبعا الـ LED والسبلايس اللي هم أهم حاجة. بعد كده هنبدأ نقول الحاجات المهمة أو بعض الحاجات المهمة اللي بيرمز ليها الكود الأمريكي في تفاصيل التسليح. ما زلنا دلوقتي مع الكود ECI 318M إصدار 2019. عايز أقول شوية حاجات. هتكلم دلوقتي عن كائنات الكاميرات. الكود بيقول لي في كائنات الكاميرات في بند 25711، في حاجة مهمة إن الكود بيقول إن طبعا لازم الكائنات تغلف القطاع، مش تغلف معناها إنها تكون مقفولة يعني عبارة عن صندوق، لا معناها إن الكائنة لازم تضم أسياخ الكومبريشن والأسياخ في منطقة التنشن كمان، ومش شرط طبعا زي ما قلنا قبل كده إنها تكون كائنة مقفولة، ممكن تكون الكائنة مفتوحة طبعا بالشكل ده، بس طبعا على حسب نوع الكائنة إيه وعلى كل كائنة لها الشروط بتاعتها. فدلوقتي الكود بيقول ان مع احترامي لما يخص الكفر والمسافات ما بين الاسياخ اللي اتذكرت قبل كده، فبيكون الكانة بتبدأ طبعا من منطقة الشد وبتروح في منطقة الضغط بمسافة قيمتها دي ابتداء من الالياف اللي في منطقة الشد. بمعنى يعني ايه الدبس بتاع القطاع ده؟ الثيكنس التي، لكن الدي اللي هي دبس القطاع بقيس من منطقة الكمبريشن من بداية القطاع من فوق خالص لحد سنتر الحديد، ده قيمة الدي. عندي بقى الكانة بتبدأ من منطقة الشد وبتمتد وانت رايح في اتجاه منطقة الكمبريشن لحد مسافة قيمتها دي، يعني ده دي وده دي، ولكن هنا الدي بتبدأ من الألياف الخارجية للقطاع عشان أحدد فين تنتهي معايا الكانة. ده البند 25711، طبعا ده مع احترام الكفر بتاع الخرسانة. بعد كده بيقول ان لو انا عندي انكور اندز زي دي ودي، المفروض ان في حاله اليو ستيرب يعني المفروض ان الكانه تقفل على الاسياخ الطوليه بالشكل ده. البند اللي بعده بيتكلم على الانكورج اوف ديفورمد بار اند واير شال بي ان اكوردنس اي بي سي، بيتكلم عن الانكورز اللي هي المقصود بيها المنطقه دي منطقه الانكورنج اللي هي المنطقه اللي انا بقفل بيها الكانه. فالكود بيقول لي ايه؟ بيقول لي السيخ 16 مللي او الواير مش ام دي 200، تمام، او اقل يعني 16 مللي وانت نازل خلاص، او 19 مللي لحد 25 مللي اللي هي مقاومه الاجهاد الخضوع بتاعها اقل من او يساوي 280 ميجا باسكال. يعني الاقطار الكبيره من 19 لحد 25 لو كانت الاف فيلد بتاعتها اقل من او تساوي 280 ميجا باسكال، هي والاسياخ الصغيره اللي هي 16 مللي وانت نازل دول بينطبق عليهم نفس البند ان الهوك يكون اراوند لونجيتودنال رينفورسمنت، بس يعني يكون الهوك بيلف حوالين ايه لونجيتودنال رينفورسمنت. طيب لو خدت نفس الاقطار 19 لحد 25 بس الاف فيلد اكبر من 280 ميجا باسكال، تمام، بيكون برضو مطلوب مني الستاندرد هوك، بس الكود بينص على حاجه تانية كمان، امبيدمنت من بدايه الكانه تمام لحد نص القطاع. خلاص انا عندي ده نص القطاع، وعندي من نفس مسافه نص القطاع لحد بدايه الكانه، الكود بيقول انها تكون 17 من 100 قطر السيخ في الاف يلد بتاعت الكانه طبعا مقسومه على لامدا في الجذر اف سي داش. يعني البند هنا زي ما احنا شايفين بيقول ايه بلس، طبعا بعد ما قال لك ان انا عايز يعني انا عايز الحديد يكون اراوند لونجيتودنال بار، بيقول لي بلس ان امبيدمنت بتوين ميد هايت اوف ذا ممبر اند ذا اوت سايد اند اوف ذا هوك ايكوال تو جريتر ذان 0.17 دي بي اف واي تي اوفر لامدا جاز اف سي داش سكوير روت. فدلوقتي انا بالنسبه لي طبعا اللامدا هو هنا بيقول لي خدها من الجدول 25432، بالنسبه لي طبعا في اغلب الحالات بتلاقي الشرط ده اصلا بينطبق الا لو كانت الكاميرا طبعا الدبس بتاعها قليل فممكن الشرط ده ما ينطبقش. في الحاله دي طبعا انت لازم ايه تتصرف بحيث تطبق بند الكود. بعد كده انجويست كونستراكشن، يعني في الجويست اللي هي الريبد سلابس يعني الاسياخ 13 مللي واقل، في الحاله دي برضو انت بتستخدم ايه ستاندرد هوك. طبعا هي الكلام تحس انه شويه ايه، يعني انت بتسمع الكلام تحس انه كلام بديهي اصلا، بس هو الكود طبعا لما بيجي بيذكر الامور شويه بطريقه ايه يعني جافة شوية كده، اللي هو تحس ان حتى الحاجة الصغيرة الكود بيقول لك التزم بكذا وكذا وكذا. بعد كده بيتكلم لو انا هستخدم الويلد واير فابريكيشن كستيربس ككنات يعني.
فهو بيقول لي ايه، هستخدم انا اليو ستيرب. لو انا استخدمت اليو ستيرب من الويلدد فاير فابريكيشن، فهو بيقول لي ايه، ان اكوردنس ويز ايه اور بي، ايه او بي. ايه بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ بيقول لك ان انا عندي الكان هتبقى اليو بار، لازم ان انا احافظ ان يكون عندي اتنين لونجيتودنال واير. يعني انا عندي هنا ده الكروس واير اهو، ده اتنين لونجيتودنال واير والمسافه بينهم 50 مللي. تمام، الاتنين لونجيتودنال واير دول يتواجدوا خلال الايه، الاستيرب. تمام، ومع احترام المنطقه اللي فوق دي بيقول لك 25 7 1 1، اللي هو يقصد بيه البند ده، اللي هو طبعا اللي احنا شرحناه هنا، اللي هو الايه، المسافه دي والمسافه بتاعت ان السيخ لازم يقفل على اللونجيتودنال بار. تمام، البند اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول ان انا one longitudinal wire located not more than d over 4 from the compression phase and the second wire close to the compression phase space not less than 50 mm. يعني بيقول لك ان انا عندي من بدايه من منطقه الكومبريشن دي على 4، خلاص يكون عندي كروس واير في المكان ده، وعلى بعد 50 مللي وانت رايح في اتجاه الكومبريشن يكون في واحد تاني. تمام، وبعدين بيقول لك ايه، ده سكند واير، سكند واير shall be permitted to be located on the stirrup leg beyond a bend or on bend with an inside diameter of bend of at least 8 dB. يعني بيقول لك ان ممكن السيخ الثاني يجي في منطقه بيندنج، يعني اكون انا عامل الكان بيندنج بالشكل ده، وممكن يجي بالشكل ده او يجي بشكل بيندنج على شكل الكيرف دوت، وان المسافه دي القطر بتاع الكيرف ده اللي هو القطر بتاعه هيكون 8 دي بي. تمام، اللي هو الايه، الدايمتر بتاع البند. طبعا الصور شرحه جدا الموضوع يعني، فهو بيقول لك انت تحقق ايه او بي. خلاص، طيب بعد كده بيقول لو انا عندي سنجل ستيرب انكورج اوف اتش اند اوف سنجل ليج ستيرب اوف ويلدد واير رينفورسمنت، يعني لو انا عندي طبعا واير مش بعمل لها ستيرب كسنجل ليج بالشكل ده، بيكون فيها شروط. طبعا بيقول ايه في الشروط دي، اول حاجه ايه الشرط، ايه بيقول، ايه بيقول لي انر لونجيتودينال واير ات ليست ذا جريتر اوف دي اوفر 4 اور 50 ملم فروم دي اوفر 2. يعني انا عندي هعمل سنجل ليج، فهو مطلوب مني يكون فيه اتنين كروس واير من فوق واتنين كروس واير من تحت. الاتنين كروس واير اللي فوق ومن تحت دول كود بيقول لك حطهم على حسب البند ده، تمام، بينهم 50 مللي. الداخلي اللي هو ده وده اللي هم لونهم ازرق ده وده، بيقول لك الاكبر من دي اوفر 4 اللي هو دبس القطاع مقسوم على الاربعه او 50 مللي 5 سم. تمام، وطبعا اخد منه 50 مللي اجيب الايه اللي بعده. الشرط بي بيقول ان انا عندي طبعا الاسياخ الخضراء دي بقى هي اسياخ الشد بتاعت الايه، بتاعت العصب ده. تمام، فبيقول لك ان انا عندي السيخ اللي لونه ازرق اللي هو بتاع الواير مش اللي هو انا مستخدمه في الاستيرب، تمام، المفروض ما يعديش سيخ الشد ده، والمسافه من الواير مش لحد الالياف الخارجيه للقطاع تحترم البند 25 7 1 1 اللي هو اول بند احنا شرحناه في المحاضره دي. تمام، يبقى دلوقتي ايه ده شروط لو انا هستخدم سنجل ليج. طبعا بتستخدم في الجويست او في الريبد سلابس يعني. خلاص، ده طبعا كل ده انا بتكلم لسه على الاستيربس. بعد كده البند بتاع الاستيرب هنا في الكود بيكلمني على التورشن او الانتجري انفورسمنت. في حاله التورشن عندي الكود بيلزمني بشويه حاجات. اول حاجه بيقول لي ان الاند لازم يكون معمول له ترمينيشن بزاويه 135 درجه، الزاويه اللي 135 درجه اللي هي زي الصوره دي كده. في حاله التورشن لازم تقفل السيخ بزاويه 135 درجه، ولكن الكود بيسمح لك هنا لو انت عندك سلاب، السلاب دي بتعمل لك سماحيه انك انت تعمل زاويه 90 درجه في الهوك. يعني انا دلوقتي عندي الكانه طبعا في حاله التورشن لازم اقفل بزاويه 135 درجه. تمام، فلما اجي اقفل هنا، هنا طبعا اقفل ايه 35 من الناحيه دي و35 من الناحيه دي. لو انا عندي سلاب من الناحيه دي الكود هنا بيسمح لي ان انا ايه اقفل الهوب اللي فوق ده اقفله بزاويه 90 درجه. لو عندي سلاب من الناحيتين بيسمح لي ان انا اقفل الاثنين بزاويه 90 درجه. كده كده اليو شيب هيتقفل ب 135 درجه ما فيهوش كلام. تمام، او هو ستاندرد هوك 135
او 180 او 90، تمام؟ زي ما شرحناه في اول محاضره خالص، في ستاندرد هوك للاسياخ وفي ستاندرد هوك للكنات. فاحنا هنا بنتكلم على الستاندرد هوك بتاع الكنات، فهو هيتقفل هنا بستاندرد هوك، خلاص؟ بيتقفل بقى عليه في حاله التورشن. في حاله التورشن لازم القفلات تكون كلها 135 درجه، يعني الكنات اي كانه هقول لك اعمل اي ستاندرد هوك، لكن في حاله التورشن لازم 135 درجه. ولما تيجي تقفل الهوك اللي فوق ده لازم تحترم انك انت تقفله هو كمان 35 درجه، الا لو عندك سلابه في اتجاه واحد او في اتجاهين، المكان اللي فيه سلابه ممكن تعمل فيه 90 درجه، ده كاكسبشن من الكود الامريكي بالشكل ده. يعني ده لو كانت كاميرا ما فيهاش، مش شايل عليها، مش متشال عليها سلابه، لازم كله يكون 135 درجه. لو كان من ناحيه واحده يكون بالشكل ده، لو كان من ناحيتين يكون بالشكل ده. البند اللي بعده برضو الكود بيتكلم برضو في حاله التورشن، لو عندك كاميرا وانت عايز تعمل كلوز، طبعا احنا في التورشن بتعمل كلوز ستيرب، سواء كانت مقفوله بالشكل ده، تمام، او بالشكل اللي احنا شرحناه هنا ده، تمام. اهم حاجه تاخد بالك بس من حته ال 135 درجه، سواء كانت الكنبه مقفوله او مفتوحه. طيب لو انا عندي هنا كنه انا عايز اعملها كنه بالشكل ده، فهو بيقول لك لازم تعمل الكنه بوصله 1.3 ال LED، تحسب ال LED للسيخ بتاع الكنه وتضربه في 1.3 وصله، سواء كان تستخدم 2 يو بار او 1 يو بار ايه ملفوف بالشكل ده، تمام. ده برضو ايه، كل ده بيتكلم على التورشن، يعني كل الجزء ده كده ابتداء من هنا بيتكلم على التورشن. التورشن يبقى الكونكلوجن انك تعمله بزاويه 135، وانك لازم تكون ما يسمحلكش انك تغير تعمل القفله بزاويه 90 الا بس لو كان عندك سلاب من ناحيه او من ناحيتين على حسب. ولو انت عايز تستخدم كانه بالشكل ده او بالشكل ده لازم 1.3 ال LED. طبعا انا بحاول انا ايه اختصر عشان انا عارف ان المحاضره دي ما فيهاش ارقام ممكن تكون ممله يعني. طيب دلوقتي هنبدا نتكلم على التايز. احنا كنا بنتكلم على ستيربس اللي هي كانات الكاميرات، العمود الكود الامريكي بيسميها طبعا تايز، او المفروض يعني احنا في الاوقات بنقول ستيربس الكله، بس هو في الكود الامريكي دايما كلمه تايز دي معناها تخص الايه، الاعمده. فهو بيقول لك ايه، بيقول لك تايز شال كونسيست اوف ا كلوزد لوب اوف ديفورمد بار with spacing according to A or B. يعني بيقول لك المفروض يكون انت عندك محيط العمود يكون مقفول طبعا بالحديد deformed، والمسافه ما بين الكنات الاعمده بتكون حاجه من اثنين. اول حاجه 1.33% المقاس الاعتبار الاكبر للركاب، اللي هي المسافه اللي هي كنا بنستخدمها قبل كده، شرط من الشروط الثلاثه بتاعت المسافات البينيه ما بين الاسياخ. طيب بي هي الاقل من، ماشي، 16 مره قطر السيخ الطولي بتاع العمود، او 48 مره قطر سيخ الكانه نفسها، او البعد الاصغر للعمود. يعني انا لو عندي عمود الحديد الطولي بتاعه 16 مللي، اضرب 16 في 6 في 16، تمام. ولو عندي الكانه مثلا 10 مللي، اضرب 48 في 10. والسمولست لو كان مثلا عمود 30 في 60، اخد ال 30 سنتي واخد الاقل منهم، تمام، بشرط طبعا انها ما تقلش عن ايه، 1.33% من مقاس الاعتبار الاكبر لايه، للركام، تمام. دي هي شروط المسافات البينيه بين اسياخ العمود. طيب اسياخ العمود بقى، سوري، اسياخ الكائنات بتاعه العمود بقى، مينيمم 10 مللي في الكود الامريكي. الكود الامريكي ما بيقبلش اقل من 10 مللي قطر كانت العمود لو كان الاسياخ اللونجيتودينال 32 مللي او اقل. طب لو كانت الاسياخ اللونجيتودينال اكبر من 32 مللي او 36 مللي او اكبر، يعني في الحاله دي قطر الكانه ما يقلش عن 13 مللي. فطبعا هتشوف المتوفر عندك ما فوق ال 13، عندك 14 او 16، تمام. فالخلاصه ان انا عندي اسياخ لحد 32 مللي، طبعا لحد اسياخ 32 مللي تستخدم 10 مللي، وهتاخد بالك برضو طبعا من اي شروط احنا شرحناها قبل كده في الاعمده، طبعا فيما يخص السبلايز بتاعت الحديد الطويل او كده، ده ملوش علاقه يعني، تمام. بعد كده نمبر 13 4 36 اور ارجر، بيقول لك بقى ايه، از ان الترناتيف تو ديفورمد بار ديفورمد، ده شرط في الكود تاني، بيتكلم ده في باب تاني من باب ال 20، بيتكلم عن الباب ال 20، هو بيخص بمواصفات اسياخ التسليح، بيكلمك عن السبيسيفيكيشن بتاعت الاسياخ اللي ممكن ايه تدخل في للديفورمد بارز. دي مواصفات الاسياخ الديفورمد بارز، تمام، دي في مواصفات التسليح. هو بس بيذكر ان انت المفروض ينطبق عليك مواصفات الكود في جريد الحديد الديفورمد اللي انت هتستخدمه.
بعد كده بيتكلم على ريكتلينير تايز. ريكتلينير تايز دي مطلوب بها مقصود بها الكيانات الداخليه، سواء كانت هوبس زي ما هي مرسومه كده، تمام، او سواء كانت كانه كامله. فهو بيقول ايه؟ Will every corner and alternate longitudinal bar shall have lateral support provided by the corner of a tie with an included angle of not more than 135. تمام؟ بيقول لك ان الكورنر عند كل كورنر وعند alternate longitudinal bar، تمام، المفروض ان انت يكون عندك تاي والزاويه بتاعته تكون ايه؟ 135 مللي. يعني انا دلوقتي عندي ده واحد اهو، لازم يكون هنا 135 مللي، مسموح ان انا يكون عندي واحد 90 مللي، ما فيش سوري 135 درجه مش مللي، مسموح يكون عندي واحد 90 درجه، بس لازم يكون في واحد ايه 135، ده طبقا للكود. الشرط الثاني بيقول ان انا المسافه ما بين السيخ المربوط والغير مربوط ما تزيدش عن 150 مللي. ده الشرط نفسه موجود في الكود المصري على فكره، يعني ده بالنسبه لي كده سيخ مربوط عشان بيمر بيه فرع تاني، يعني تمام، ده سيخ غير مربوط، المسافه بينهم ما تزيدش عن 150 مللي، سواء كان مسافه بين ده وده او المسافه بين ده وده في اي اتجاه بقى. تمام. في هنا حاجه برضو بيقول لك ان المسافه دي برضو 150 مللي، ما هو ده طبعا بالنسبه لعرض الايه العمود في البعد الصغير، فهو بيقول لك المفروض تكون اكبر من 150 مللي. تمام. دي طبعا شروط ايه قريبه جدا لشروط الكود، طبعا هنا بالنسبه للمسافات البينيه ما بين الكائنات والكلام من ده، الكود المصري طبعا شروطه مختلفه، كذلك قطر الكائن، الكود المصري بيسمح انك تحط اقل من 10 مللي، لكن التشابه منهم بس في موضوع الاسياخ الداخليه، المسافات البينيه بينها وبين الاسياخ. بعد كده بيتكلم بيقول لك الانكرج اوف ريكتلينير تايز شال بي بروفايدد باي ستاندرد هوك. احنا طبعا شرحنا قبل كده الستاندرد هوكس بتاع الكائنات في اول محاضره على حسب بند 25.3.2، اند انجيج اللونجيتورنال بار اتاي شال نوت بي ميد اب انترلوكينج هيد ديفورمد بارز. ماشي، دي كلها كلام احنا قلناه قبل كده خلاص. هو برضو بيقعد يأكد عليه كل شوية، بنقول circular ties shall be permitted where longitudinal bar are located around parameter of circle. بيقول لك انت ممكن تستخدم كائنات عادية خالص ties، تمام؟ احنا عندنا طبعا الأعمدة في tight في spiral، tight يعني كانة، لكن spiral اللي هو الحاجة الحلزونية. فهو بيقول لك انت ممكن تعمل كائنات دائرية عادي، ولكن عندك شروط. أول حاجة end shall be overlapped by at least 150 مللي، يعني زي ما انتم شايفين في الصورة هنا كده، انت بتعمل الكانة لازم تعمل في اخر الكانه جزء يكون راكب على بعضه 15 سم اوفرلاب، الكانه ما بتبقاش ايه قافله مجرد قفل كانه وبس. طيب في 15 سم اوفرلاب، بيقول لك النهايات تمام المفروض تكون ستاندرد هوك على حسب البند 25.3.2 انجيج اللونجيتيونال بار، معناها ان انت لازم تحط النهايات دي تلفها على سيخ طولي بزاويه على حسب زاويه اللفه دي على حسب اللي اتشرح في الاول. طبعا لو تفتكروا في الاول كنا قلنا في الحالات لما يكون عندي الكانه دائريه بقفل بزاويه 135، فمعناها في الاعمده ان انت هتقفل هنا بزاويه 135 وتقفل على سيخ طولي طبعا اكيد. فبالتالي لما اجي اقول قفل الكانه في العمود الدائري في الكود الامريكي وضعه ايه، هقول ان القفل لازم يركب على بعضه 15 سم، ولازم القفله من هنا ومن هنا تكون على سيخ، يعني ما ينفعش اعلق واحد في السيخ والتاني اعلقه في الهواء، لازم اعلق الاثنين على سيخ، وكذلك لازم القفلة تكون بزاوية 135 درجة. بعد كده overlap at ends of adjacent circulars. ماشي، عرفنا. بيقول لك المفروض انت تعمل staggered للكنات، يعني انا عندي القفل هنا ما يكونش القفل اللي بعده تحته، وهكذا زي ما احنا بنعمل دايما، نعمل الكنات تبادلية. فالكود بيقول لك دايما حاول تعمل كنات staggered، ده البند التالت. يبقى خلاصة الكنات الدائرية الاوفرلاب ال 150 مللي والهوك اللي على حسب الستاندرد، وكذلك اللي انت تعملهم استجرت. بعد كده بيقول لك لو انت عندك التايز او الكنات دي بتقاوم تورشن، تمام، ففي الحاله دي المفروض ان انت تطبق احد شرطين، ان المفروض يكون نهايه الكانه بزاويه 135 درجه اللي هو من نوع السيزميك هوك، تمام، وعلى حسب البند 25.7.1.3 و25.7.1.4 ده كونكريت سراوندنج، ده البند اللي احنا شرحناه من شويه، اللي هو لو انا كان عندي الكنه لو سوري لو العمود داخل فيه اي كونكريت بتحوطه، فبالتالي ممكن بدل ما تعمل القفله 135 درجه ممكن تعملها 90 درجه، تمام. طبعا ايه انت بتتكلم في اعمده، فازاي هو الاعمده ممكن يمسك فيها سلابه، او ممكن يكون العمود مثلا متصل بيه عنصر انشائي زي حيطه ولا حاجه، او هو مثلا جزء
من عنصر انسيابي انشائي. فهو الكود بيقول لك لو اتحقق عندك الشرط ده ممكن يا سيدي تتجاوز، بدل ما تعمل سيزميك هوك اعمل زاويه 90 درجه. بعد كده طبعا الكلام، انا عارف المحاضره ممكن تكون ممله لانها كلام كتير كده ما فيهوش ارقام. بعد كده السبايرالز اللي هي الكائنات الحلزونيه بقى بتاعت الايه الاعمده. الكائنات الحلزونيه الكود بيقول لك ان المفروض تكون على الاقل المسافات البينيه ما بين السبايرال نفسه اللي هي اللي بنقول عليها البيتشز، المفروض ان انا بلف السيخ الحلزوني حوالين العمود، ويبقى اللفه والتي يليها دي مسافه من السنتر للسنتر اسمها بيتش. فالكود بيقول لك انها بتكون الاكبر من 25 مللي او 1.33 من 100 مقاس الاعتبار الاكبر، وبشرط انها ما تزيدش عن 7 سم ونص. تمام، دي اشتراطات الكود في المسافات ما بين لفات الكنه الحلزونيه. تمام، بيقول لك في الكنات الحلزونيه في الكاستم بليس يعني اللي هي بتتصب في الموقع، على الاقل القطر بتاع الكنه يكون 9 مللي ونص، يعني 10 مللي، يعني برضو تقدر تقول ان هو ايه اقل قطر للكنات الحلزونيه برضو 10 مللي. تمام، هنا في اكسبشن بقى لو الكنه دي ملفوفه على بايل في الديب فاونديشن يعني، فهو بيقول لك ان في قيمه دنيا للحديد. تمام، القيمه الدنيا دي بنحسبها منين؟ 45% الاجروس على ايه سي اتش ناقص 1 على اف سي داش على اف واي تي. الاجروس اللي هي طبعا مساحه مقطع العمود، الاي سي اتش اللي هي مساحه مقطع القطاع الفعال، يعني كروس سكشنال اريا اوف ممبر ميجرد تو ذا اوتسايد ايدجز اوف ترانسفيرس رينفورسمنت، يعني معناها ان انا بجيب المساحه اللي جوه الكانه. تمام، بقسم المساحه الكليه يعني المساحه اللي جوه الكانه ناقص 1 على الاف سي داش بتاعت الكونكريت على الاف يلد بتاعت الكانه، دي بتديني الرو المينيمم. طبعا ده بس اكسبشن في حاله البايز، وبيقول لك في المعادله دي الاف واي تي ما تزيدش عن 690 ميجا باسكال. طبعا دي ملحوظه يعني للناس اللي ممكن تقابل الموضوع ده. بعد كده بيقول لك حاجه مهمه جدا، بيقول لك ان سبايرال شال بي انكورد باي 1 هاف اكسترا تيرنز اوف سبايرال بار اور واير ات اتش اند، يعني انا دلوقتي هنفترض ان انا لما جيت لفيت العمود لفيته بسيخ واحد مثلا، يعني لو كان العمود سيخ واحد لف معايا، فمثلا في بدايه اللفه وفي نهايه اللفه لازم اعمل لفه ونص اضافيين اللي هم ظاهرين باللون اللي هي لفه باللون الاخضر ونص لفه باللون اللي هي الازرق. ده في البدايات. طب انا دلوقتي افترض ان انا بلف على العمود اضطريت ان انا اقف واوصل، خلاص هنقول دلوقتي ايه قصه الاوفرلاب، بعمل الاوفرلاب ازاي؟ يبقى في شروط للاند وفي شروط للاوفرلاب. الاند بتاعت السبايرال لازم الف لفه ونص زياده. طيب بعد كده بيقول لي ايه اللف السبايرال، الشروط بتاعت السبايرال هيخش لي بقى يقول لي طبعا ممكن تكون في الميكانيكال، ممكن تكون في الويلدد سبلايز برضو مسموحه وكده. طيب نيجي نتكلم على الاوفرلاب. الاوفرلاب الكود قال لك هتصنفه طبعا لو عندك البار ديفورمد بار او ديفورمد واير او بلين بار او بلين واير. تمام، لو طبعا انكوتد او ايبوكسي كوتد. تمام، برضو في كل حاله من الحالات الاربعه. خلاص، فهو بيقول لك الايه الاند اوف لاب، انت لما بتيجي تعمل الاند بتلف لفه الكنه الحلزونيه، هو مفضل جدا على فكره انك خلاص لما وقفت اللفه السيخ خلص معاك انك تعمل له هوك في النهايه، ستاندرد هوك، تلفه مثلا بزاويه 135 او 180 مثلا. لما تلف السيخ اللفه دي الكود هنا بيسمح لك انك تقلل الاوفرلاب، حتى لو خدت بالك هنا هوك نوت ريكوايرد. تمام، ده في حاله الانكوتد. في حاله الايبوكسي كوتد تمام الهوك نوت ريكوايرد والستاندرد هوك، في الحاله لما لو انت حطيت ستاندرد هوك بيقل معاك اللاب سبلايز، طبعا هو 48 مره قطر الايه قطر السيخ. خلاص، فانا دلوقتي اذا ما عملتش هوك بلاقي الرقم بيزيد معايا، بس هو الكود هنا مدي لك في كل حاله قيمه اللاب سبلايز كام، انت مستخدم هوك ولا مش مستخدم هوك في كل حاله منهم عشان بس تعمل الاوفرلاب. بس الهوك افضل لان فعلا في السبايرال الهوك بيامن لي موضوع عدم حركه الاسياخ اثناء الصب طبعا مع سلك الرباط. خلاص، فدي قصه الايه السبايرالز. بعد كده طبعا الكود بيتكلم على الهوبس، نفس الكلام اللي اتقال في الاول ما فيهوش يعني تعتبر حاجه جديده. بعد كده هندخل في موضوع البيمز. بالنسبه للبيمز في كام حاجه برضو عايز اذكرهم. اول حاجه الكود قال لي لو عندي الكاميرا زاد الدبس بتاعها عن 90 سم، زاد عن 90 سم، ففي الحاله دي
مطلوب مني ان انا اجي في منطقة الشد، في منطقة الشد على ارتفاع، على نص، في منطقة نص ارتفاع الكاميرا، واحط حديد جانبي على مسافات قيمتها اس. تمام. طيب الحديد ده اسمه سكين فريكشن، تمام، لان في مناطق التنشن ممكن يحصل شروخ في مناطق التنشن مع زيادة الدبس بتاع القطاع. فالكود بيقول لي تيجي في منطقة التنشن، يعني مثلا هنا مثلا المنطقة دي كان في نيجاتيف مومنت فالتنشن فوق فحطيت الحديد فوق، هنا بوزيتيف مومنت فحطيت الحديد بتاع السكين فريكشن ده ايه؟ إيه تحت. خلاص. فدلوقتي انا قلت، سكين فريكشن، سوري هو مش سكين فريكشن، ماشي، هو اسمه السكين رينفورسمنت. تمام. ده بيتحط في منطقة التنشن. فهنيجي دلوقتي نتكلم على، خلاص دي عرفناها. طب انت دلوقتي، يا باشمهندس انت بتقول لنا حط على مسافه اس، انا عايز اعرف الاس دي بجيبها منين. فالكود هنا قال لي لو عايز تعرف قيمه الاس روح للبند 24 3 4 3 2 اللي هو في الكود في الباب رقم 24 في الكود نفسه اللي احنا شغالين عليه. فهو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لازم تدخل الجدول ده. طبعا هنا ايه ده البوندد وده، الكلام ده للبوست تنشن، لكن احنا هنطبق عندنا الاسياخ العاديه لاول بند لو احنا ما بنشتغلش بوست تنشن. هيقول لك ان الاس المسافه اس اقل، الاقل من 280 معضله 280 على اف اس ناقص 2.5 سي سي، تمام، او كذا. هتلاقي عندي حاجه اسمها اف اس وحاجه اسمها سي سي. طبعا السي سي الكود ذاكرها هنا بيقول لك سي سي از ذا كلير كفر فروم ذا سكين رينفورسمنت تو ذا سايد فيس، يعني انا عندي ده السكين رينفورسمنت اللي هو لونه اورنج ده، باخد من وش السيخ الخارجي لحد في الخارج قيمه الكفر قد ايه، ده السي سي. طيب ايه بقى قيمه الاف اس؟ هنا في الكود الاف اس بيقول لك ايه؟ ان deformed reinforcement closest to the tension phase at surface load shall be calculated based on the unfactored moment. تمام؟ بتاخد بتحسب الاجهاد اللي في الحديد طبقا لل unfactored moment. او انت ممكن تحسبها مباشره الاف اس تلتين الاف يد. فيبقى الخلاصه دلوقتي يا باشمهندسين، لو زاد عندي دبس الكاميرا عن 90 سنتي اروح لمنطقه الشد واحط لها حديد جانبي على ارتفاع اتش على 2. الحديد الجانبي ده بيبدا من الحديد الشد الاول من سنتر السيخ بتاع الشد، سنتر اخر سيخ في اسياخ، في الاسياخ الشد لو عندي اكتر من لاير، ابدا احسب اس لحد ما اوصل للاتش على الاثنين. الاس دي بجيبها من الجدول ده، والسي سي هي الكفر بتاع الحديد السكين رينفورسمنت، و والاف اس تلتين الاف اي. اظن سهله ان شاء الله. نسينا حاجه؟ لا كده تمام. بعد كده عايزين نتكلم على السمبلي سبورتد بيم وتوقيف الحديد فيها. مبدئيا انا هدخل دلوقتي في السمبلي سبورتد وبعد كده في الكونتينوس بيم. الكلام شويه هنحسه رخم. لما باجي اوقف بجيب حاجه اسمها الام نومينال، واللي هي بنقول عليها الكباسيتي بتاعه السيخ في المنطقه دي او الكباسيتي بتاع الحديد في المنطقه دي. وفي ناس تسميها مومنت اوف ريزيستنس، في ناس تسميها نومينال مومنت. تمام. فطبعا بعد كده الكود في المحاضره اللي جايه هيبدا يشرح لك الحاجات دي، انت تبعد قد كذا من الركيزه قد كذا من العمود، يعني بيسهل لك الايه الموضوع ده. ولكن يعني انا بس هشرحه للعلم. وعلى فكره انا لو دخلت في الموضوع ده ولا ثلاث اربع محاضرات يكفوا عشان نبدا ندخل بقى في الحسابات بتاعتها وامثله عليها وكلام من ده. لكن احنا في الغالب لما بنيجي نشتغل طبعا محدش فينا طبعا بيقعد يضيع الوقت انه يقعد يمسك كل كاميرا ويحسبها بالنومينال مومنت ويحسب النومينال مومنت مقسوم على الشير الالتيميت وكده، محدش طبعا بيعمل كده. فهي القصه ان احنا هنفهم بس الفكره العامه على السريع، وبعد كده المحاضره اللي جايه بقى هيكون الموضوع سهل في موضوع الايه المسافات بتاع توقيف الحديد. اول حاجه بس عايزين نفتكر حاجه مع بعض، ان انا عندي القطاع طبعا تي، والدي اللي هي من سنتر الحديد وادي تسليح القطاع. خلاص. فبيكون عندي لو الازرق ده هو النيوترال اكسس، تمام، في حاله الالتيميت طبعا انا بتكلم، فبيتولد عندي كومبريشن ستريسز وبهمل التنشن ستريسز اللي في الكونكريت وبعتمد على الحديد بس. فبيكون عندي هنا الكومبريشن ستريسز دي في صوره ايه؟ حمل موزع اقصاه طبقا للكود الامريكي 85% الاف سي داش اللي هي مقاومه الخرسانه. عشان احصل على حمل مكافئ، ده طبعا بارابوليك فطبعا التعامل معاه صعب شويه، فعشان احوله لحمل مستطيل فقال لك ان المسافه الاكس دي اللي هي من الالياف العليا لحد النيوترال اكسس ممكن اضربها في بيتا. تمام. والبيتا دي طبعا دي قصه طبعا يعني شرحت قبل كده، شرحناها قبل كده في كورس التصميم. ف
البيتا دي هي معامل بتضربه في الايه في الاكس دي عشان تجيب قيمه الايه، فيبقى عندك دي قيمه الايه. تمام، المفروض ان لو انا ركزت الحمل المستطيل اللي هو 85% في الاف سي داش مضروب في في ايه مضروب طبعا في عرض الكاميرا بي، بيديني يبقى انا كده ركزت الكومبريشن ستريسز وجبت الكومبريشن فورس اللي على القطاع. تمام، وطبعا لو انا قلت السي في ذراع العزم او التي في ذراع العزم بيديني النومينال مومنت. فانا دلوقتي ممكن اقول ان انا عندي التي بتساوي الاي اس في الاي فيلد اللي هي التسليح مضروب في الايه في اليلد ستريس. تمام، لو انا ضربته في ذراع العزم ده يبقى انا هحصل على النومينال مومنت. ذراع العزم اللي هو ايه؟ اللي هو الدبس ده اطرح منه ايه؟ نص الايه، دي ناقص ايه على الاثنين، مش هي دي كلها من هنا لحد نص الحديد دي، يعني من البدايه هنا لحد هنا دي اطرح منها ايه على الاثنين. تمام، الدي ناقص الايه على الاثنين دي اللي بنقول عليها الجي في الدي، لما يجي نعوض دايما في معادله الحديد بتلاقي في المقام دايما الجي في الدي. تمام، هي دي قصه ايه الام نومينال، هي بتساوي ايه اس في الاف يلد مضروبه في الدي ناقص الايه على الاثنين. تمام، بس عشان هتتذكر دلوقتي فعشان نبقى عرفنا هي ايه. طبعا بيقول لك دي كاميرا بسيطه عليها قيمه الشير، طبعا ده الفي التيميت اللي هو عند سنتر لاين الركيزه. تمام، وده البيندنج مومنت اللي عليها طبعا. خلاص، فهو بيقول لك ايه، بيقول لك إيه في حاجه اسمها الام نومينال، طبعا احنا لسه قلنا هي ايه هي الام نومينال. خلاص، فهو بيقول لي ان توزيع الحديد كالاتي، طبعا في سيمبلي سبورتد من عند الركيزه بروح حاجه اسمها ال اي، حيث ان ال اي دي ذكرها الكود اللي هي عمق القطاع او 12 مره قطر السيخ اللي هو الاكبر منهم. خلاص، فانا باخد عمق القطاع او 12 مره قطر السيخ تديني حاجه اسمها ال اي دي، المفروض امتداد السيخ من سنتر الركيزه في حد سيمبلي سبورتد. ومن الناحيه الثانيه المفروض ان انا يكون عندي من من نهايه ال دي من هنا، المفروض ان انا من نهايه السيخ اخد حاجه اسمها الايه ال دي. تمام، والفرق ال دي ناقص ال اي بيديني مسافه اللي هي بتعبر 1.3 من 10 ام نومينال على الفي التيميت. تمام، طبعا ايه يعني كلام نظري، هو طبعا المفروض اصلا قصه كبيره وبتحل عليها امثله وكده، بس ايه احنا مش هنضيع فيها الوقت لان محدش بصراحه هيضيع وقت فيها. نفس الوضع هنا برضه هنشرحها برضه بالطريقه النظريه، هناخد الحديد السفلي وبعدين الحديد العلوي. بالنسبه للحديد السفلي انا بس عايز افهم شويه حاجات، لو انا كان عندي ده المومنت ده طبعا البوزيتيف مومنت وده النيجاتيف مومنت. تمام، البوزيتيف مومنت اللي هو في عندي الانفليكشن بوينت اللي هي نقطه انقلاب العزم بتاعه العزم الموجب والعزم السالب، وعندي في حاجه اسمها المومنت سترينث اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه اللي ام نومينال بتاعه البار. هنقول انهي بار دلوقتي، انا عندي هنفترض ان الحديد السفلي ده متسلح بسيخ مستمر وسيخ متوقف، السيخ المستمر اسمه ايه؟ ماشي؟ فهو انا عندي بحسب النومينال سترينث بتاعه السيخ ايه، نفس ما قلنا من شويه الام نومينال باعتبار السيخ ايه. تمام؟ من عند النومينال سترينث ده المفروض ان الحديد المتوقف يستمر بعده بمسافه ال ال ايه. خلاص؟ طيب الحديد المستمر، الحديد المستمر كده كده بيروح لحد وش الركيزه وبعدين يعدي بعد وش الركيزه ال ال دي بتاعت الكومبريشن. تمام، ال ال دي بتاعت الكومبريشن اللي احنا حسبناها. خلاص، انت مش هتستخدم ال ال دي بتاعت الكومبريشن خالص في الكاميرات غير هي في دي بس، ما دون ذلك كله هيبقى تنشن يعني. خلاص، فده بالنسبه للحديد الايه السفلي بيعدي بعد بعد الركيزه من وش الركيزه الداخلي من ناحيه الاسبان بتمشي مسافه ال دي كومبريشن، والحديد المتوقف بيجي من عند المومنت سترينث اوف بار اللي هو البار اللي هو المستمر بيمشي مسافه ال اي، ومن الماكسيمم مومنت المفروض لنهايه السيخ المتوقف على الاقل ال دي. تمام، دي حدود الكود في السيخ السفلي. طيب نيجي على السيخ العلوي، السيخ العلوي عندي مستمر ومتوقف. نبدأ الأول بالمستمر، من مومنت من البوينت اوف انفليكشن اللي هي نقطة انقلاب العزم بتاخد ال ايه عشان توصل للسيخ لطرف السيخ الايه المستمر ال ال اللي هي دي او 12 دي بي ايهما، وطبعا هنا بيزود لك حاجة اسمها ال ان على 16 اللي هو البحر الصافي مقسوم على 16، بقى عندي ثلاث حاجات غير الايه غير السمبلي سبورت. يبقى دلوقتي ال ايه هنا العمق او 12 مره قطر السيخ او الاسبان الكبير اسبان على 16. تمام، دي من الفريكشن بوينت. وبعد كده عندي بقى ده الايه العزم السالب، عندي بقى الايه المومنت سترينث اوف بار بي اللي هو البار المستمر.
من المومنت سترينث اوف بار بي برضو بتاخد ال ال ايه تمام اللي هي دي او 12 بي تيجي بنهايه السيخ المتوقف تمام، والسيخ المستمر من طرفه على الاقل ال دي عشان توصل لنقطه ايه المومنت سترينث بتاع السيخ الايه المستمر تمام، وكذلك السيخ المتوقف من نهايته على الاقل للماكسيمم مومنت ال دي. طبعا تحس ان الكلام يعني تحس ان الكلام غريب شويه، بس هو سهل وبسيط لو اتحل عليه مثال، بس احنا طبعا مش عايزين نضيع وقت فيه لان يعني ما حدش اصلا بيستخدمه كتير تمام، لكن اللي عاوز يتعلمه ممكن يقرا كتب في الموضوع يعني. طيب بعد كده طبعا اللي فات ده كله اللي هو توقف الحديد ده هنشرحه تاني ان شاء الله في الكود التفاصيل. بعد كده عايزين نتكلم على الهانجر انفورسمنت. ايه بقى قصه الهانجر انفورسمنت دي؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك if an enforced concrete beam is cast monolithically with a support beam supporting beam، يعني عندك كاميرا ثانويه اتثبت مع الكاميرا الرئيسيه اللي هي متشاله عليها. The soffit of the supporting beam may be subject to premature failure unless additional transverse reinforcement. بيقول لك نتيجه ان انت بتصب الكاميرا الرئيسيه مع الثانويه بيحصل هنا شرخ كده او يحصل انهيار بالشكل ده، ده اسمه ايه؟ premature failure. لو كان عندك الكاميرا طرفيه فطبعا الانهيار بيحصل من ناحيه واحده، لو كان عندك من الطرفين الكاميرا الثانويه فبيحصل انهيار في الناحيتين. فالكود بيقول لك عشان تتفادى الشرخ ده فبتوفر حاجه اسمها الايه؟ الهانجر reinforcement تمام؟ حلو قوي. The hanger reinforcement placed in addition to other transverse reinforcement is provided to transfer shear from the end of a supported beam. Research indicates that if the bottom support هنا بقى النقطة دي في exception بيقول لك إيه؟ بيقول لك لو كان البوتوم اوف سبورتد بيم اللي هي الكاميرا المتشالة عند نص ارتفاع الكاميرا اللي شايلة أو أقل، في الحالة دي أنت ممكن تتجاوز عن الهانجر reinforcement. أو لو كان الكاميرا الثانوية تمام الفاكتور دي شير اللي منقول لها يعني الشير القص اللي هي شايلاه اقل من 25% جاز الاف سي داش في البي في الدي، في الحالة دي برضو انت ممكن تتجاوز عن الهانجر انفورسمنت. يبقى دلوقتي الهانجر انفورسمنت انا بستخدمه علشان سوري انا بستخدمه علشان اتفادى البريميتشر فيلير تمام. طيب الهانجر انفورسمنت ده امتى اتجاوز عنه او امتى ما احطهوش؟ في حاله ان انا عندي الكاميرا الثانويه الدبس بتاعها بيساوي نص او اقل من نص دبس الكاميرا الرئيسيه، او لو كان الفاكتور دي شير اللي عليها اقل من القيمه دي اللي هي 25% جزء في داش في البي في دي. طبعا ايه الهانجر انفورسمنت ده بس حبينا ننوه عنه بغض النظر طبعا حسابيا او كتصميم هو الحاجات دي بتحسب ازاي، بس احنا بس بنتكلم على طريقه الايه التسليح. دلوقتي بس ملحوظه سريعه بخصوص الشير، فهو الكود بيقول لك ايه المفروض الفروع بتاعه الكنات اللي شايله الشير على سواء رصها في اتجاه الطويل الكاميرا او في خلال عرض الكاميرا المفروض له شروط ما يزيدش عنها. فهو بيقول لك على حسب قوة القص هتحسب قوة القص، هتشوف انت اقل من او تساوي 33% جذر اف سباش في البي في دي او انت اكبر من القيمة دي، في الحالة دي هتخش في الجدول وتروح. انت طبعا ايه نون بريستريزد بيم او بريستريزد بيم، لو نون بريستريزد هي الكاميرات التقليدية بتاعتنا هتلاقي دايما الماكسيموم بتكون دي على 2 او دي اللي هي المسافة ما بين الكانات تمام، او 600 مللي ايهما اقل. خلاص بعد كده طبعا الكود بيتكلم على شرخ الشير. طبعا انت عندك في حاجه اسمها التراس اكشن. التراس اكشن ده ان نتيجه قوه القص بيتولد جوه الكاميرا قوه كومبريشن وقوه تنشن. فهو بيقول لك انك المفروض تحط عمودي على قوه التنشن دي اسياخ طوليه او كانات، على الاقل كل تنشن ممبر منهم يكون مغطى بكان او بسيخ مكسح يعني. طبعا هو ما حدش عاد بيشتغل بالتكسيح، بس ايه هو ده بند الكود حبينا بس نشرحه. وكذلك بيقول لك ان المفروض بيكون توزيع حديد الشير زي ما انتم شايفين كده. المهم يعني هو البند ده يعني كده كده انت لو بتصلح اصلا شير دايما لما بتيجي تحط حديد الشير في الغالب بيكون المسافات ما بينه
معفيه البند ده، لان هو بيتكلم في ان انت كل تاي او كل تنشن ممبر انك تكون مغطيه على الاقل بكنه واحده او بسيخ مكثح واحد. بعد كده الكود هيتكلم على موضوع المارجنال بيم اللي هي بتبقى بتحيط بالمباني. يقول لك for beam along the perimeter of structure, structural integrity reinforcement shall be in accordance with A through C. خلاص بيقول لك at least one quarter of the maximum positive moment reinforcement but not less than two bars or strands shall be continuous. طبعا هو البند ده دلوقتي يعتبر قريب بنسبة ما يعني من الكود المصري. هو بيقول لك على الأقل بتحط حديد في المنطقة البوزيتيف مومنت على الأقل بتساوي ربع الحديد اللي هيطلع من البوزيتيف مومنت، تمام، وبحد أدنى سيخين. خلاص وبيقول لك في حالة النيجاتيف مومنت بتحط على الأقل سوتس قيمة الحديد يغطي نص، سوري، سوتس قيمة النيجاتيف مومنت وبرضه بحد أدنى سيخين. وبيقول لك إن الستيربس اللي أنت هتستخدمها هنا بنفس شروط البند 25716 اللي إحنا شرحناه من شوية في نفس المحاضرة دي، اللي هي الشروط اللي إحنا شرحناها فيما يخص إيه قفل الكنات. ان انت لو عندك هنا مثلا زي ما احنا شايفين في الصوره دي، هنا في سلاب فقفل الجزء اللي فوق اللي هو الكروس تاي قفله على 90 درجه، لكن الناحيه دي مفيش سلابه فقفله على 135. بعد كده هنتكلم على تو واي سلابس. هنقول برضو بعض الحاجات اللي ذكرت في الكود ده بما يخص التسليح. اول حاجه هنتكلم على الكورنر رينفورسمنت او اللي بيتقال عليه عندنا بالبلدي حجبه. طبعا نتيجه في السلابات التو واي غالبا الكورنر بتاع السلابه الاحمال مباشره بتروح للكاميرات بصوره مباشره، يعني فيما يسمى الكورنر اكشن. فعشان كده لتفادي الشروخ في المنطقه دي بيحصل ان بيتحط حاجه اسمها الكورنر رينفورسمنت، وله طريقتين في الكونفيجريشن as per ACI. فانا دلوقتي عندي اما احط الحديد السفلي في الاتجاه ده والحديد العلوي عمود عليه في الاتجاه ده، السفلي اللي هو الاخضر والعلوي اللي هو الازرق، تمام، وبيمتد خمس البحر هنا، وكذلك ده بيمتد برضو ايه خمس البحر. او الطريقه الثانيه ان انا بعمله بالشكل ده الاثنين اكس واي، وبحط الشبكتين توب وبوتوم زي بعض وبرضو خمس البحر ايه كامتداد من الناحيتين. ده طريقة رص الحديد الكورنر رينفورسمنت. بعد كده عايزين نتكلم على الحديد تسليح الفلات سلاب، تمام. الكود الامريكي طبعا وكذلك الكود المصري هتلاقي برضو في حاجة شكل ده كده في الكود المصري. فهو بيكلمك على الكلام ستريب والميدل ستريب. الكلام ستريب طبعا اللي هي الشريحة اللي بتمر بالاعمدة، والميدل ستريب او اللي بيتقال عليها الفيلد ستريب اللي هي بتبقى ما بين الاعمدة. فهو بيقول لك هنا الحديد السفلي بيكون زي بالشكل ده. الحديد العلوي بيقول لك انه بيكون طبعا لو انت هتعمله مستمر ومتوقف من وش الركيزه 33% البحر الصافي، تمام، ده المستمر اللي هو في الطرفي، و2 من 10 البحر الصافي للمتوقف. اما الداخلي اللي عند الركائز الداخليه هيكون 33% و2 من 10 كمستمر ومتوقف على الترتيب يعني. اما الميدل ستريب فبيقول لك ان العلوي بيكون 22% ال، تمام، سواء كان طرفي او داخلي، والسفلي بيكون طبعا في الحادي ممكن فيه مستمر ومتوقف، ولو هتوصل بتوصل عند الركيزه، تمام. فطبعا ده اللي هو زي اللي بيقول الكود المصري، بس احنا طبعا عارفين ان محدش بيعمل الكلام ده. طبعا كل اللي بيسلح بيروح راسس الحديد على طوله وبيحاول طبعا ان هو ايه، طبعا بيحسب السبلايس، وطبعا ده بيحاول ان هو يخلف الوصلات يعمل استجرت. فانا مثلا لو فرضنا ان انا عندي سلابه واروح حاطط سيخ مثلا 12 متر، طبعا بشوف السيخ مثلا لو بادئ برجل في الاول وبعدين بعد كده بروح واصله بوصله شد، تمام، طبعا على حسب كلاس A او كلاس B، وببدا اوصل السيخ. بعد كده بحاول ان انا اخلف اماكن الوصلات في السيخ اللي يليه وهكذا لحد لما اعمل فرش. بعد كده اروح اعمل الغطا
تمام، وكذلك ايه العلوي، يعني السجل يكون دايما مستمر، وبعد كده بحط الاضافيات طبعا في السفلي قبل ما ابدا في العلوي، وبحط الكراسي طبعا. بس ملحوظه ان انا لما برص الحديد السفلي لازم احافظ على المسافات البينيه بين الاسياخ، ولو ما عرفتش احقق ده ممكن استخدم مش واكسترا مش، يعني احط الحديد على اكتر من شبكه. بس دايما لما اجي احط حديد اضافي في الحديد السفلي احط الاول الشبكه الاساسيه بعد كده احط الاضافي. اما في الحديد العلوي لازم الاول احط الشبكه الاضافيه قبل ما احط الحديد الرئيسي، والا لو حطيت الشبكه الاضافيه بعد ما حطيت الحديد الرئيسي هتلاقي ان عندك بقى مشكله، بقى في مشكله كبيره في الكفر، انك انت زودت الكفر قوي بتاع السلابه في الاماكن اللي ما فيهاش حديد اضافي، والكفر هيكون مش متساوي في الاماكن اللي فيها اضافي عن الاماكن اللي ما فيهاش. فالصح انك انت ترص الحديد السفلي، بعد كده تحط الاضافي بتاعه، بعد كده ترص الكراسي، بعدين تحط الحديد العلوي، وبعدين تروح حاطط الحديد العلوي الاضافي طبعا الاول، بعد كده الحديد العلوي الايه الاساسي. مع احترام طبعا اطوال ارتفاعات الكراسي، الاماكن اللي فيها اضافي هيكون ارتفاع الكرسي فيها اقل من الاماكن اللي ما فيهاش حديد اضافي، تمام. وطبعا في البلاطات بيكون الاضافي عند الاعمده في العلوي، وفي منتصف البحور في السفلي، وفي اللبش العكس. هنيجي بعد كده نتكلم على حاجة أخيرة اللي هي الشير انفورسمنت. أنا عندي لو أنت بتصمم فلات سلاب عادية بأحمال عادية في الغالب بيكون عندك الشير سيف، وبيبقى مشكلتك بتبقى في البانشنج ان وجد يعني. ولكن في الأحمال الكبيرة وفي المشاريع الكبيرة الخرسانة نفسها بتلاقي الشير عندك أعلى من مقاومة الخرسانة، فبدل ما أنت تقعد تكبر السماكة كتير، الكود الأمريكي طبعا بيتيح لك إنك أنت ممكن تستعمل شير رينفورسمنت. انا ما بتكلمش على البانشنج دلوقتي، انا بتكلم على الشير بس. يعني انا دلوقتي هفترض ان انا عندي سلابه لقيت عليها شير اعلى من مقاومه الخرسانه، فبعمل حاجه اسمها ايه شير لينك او شير ليج اللي هي دي، وبرصها على كامل المساحه اللي فيها ايه اوفر شير ستريسز، تمام. وطبعا لما بتيجي تترص بتترص ستاجرد طبعا، يعني برص سيخ مثلا، لو فرضنا ان انت جيت حسبتها ان انت محتاج سيخ كل 30 سم مثلا او 40 سم، بتحط ليج 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 كل 40 سم، وفي الطبقه اللي بعدها بتعكس اماكن الايه الليج، ده يبقى على كامل المساحه. ده اللي هو الشير الوان واي شير. الوان واي شير غير التو واي شير. التو واي شير اللي هو الايه البانشنج شير ستريسز، تمام. هنيجي بقى نتكلم عن البانشنج. البانشنج في الكود الامريكي من اتكلمنا طبعا في الموضوع ده قبل كده، ان في طرق كتير لمقاومه البانشنج في الكود الامريكي. في طريقه الشهيره اللي هي بتاعت الشير انفورسمنت اللي انتم شايفينها دي، وطبعا دي الكود المصري الحمد لله في الاصدارات الاخيره دخله، ما كانش موجود قبل كده، والا كنت بقى محتاج تعمل دروب بانل وكلام هيد وتزود سماكه السلاب والحاجات دي. طبعا الكود الامريكي فيه بس مش بس الطريقه دي، ده فيه شير ستادز وفيه شير هيد وفيه البنت بارز، في طرق كتير الطرق، يعني دي الحاجات اللي الكود الامريكي بيتيحها. ولكن شائع الاستخدام هو الشير انفورسمنت اللي قدامنا ده على ايا كان شكله بقى، اذا كان شكل كائنات او شكل المالتيبل ليج اللي هو ده، او شكل السنجل ليج، تمام. بس الكونفيجريشن بتاعه بيكون ايه على شكل اكس واي زي ما انتم شايفين كده، ولو العمود دائري بيكون في كمان علامه في، يعني بيكون في علامه زائد وعلامه في، تمام. اما الكود الاوروبي او الكود البريطاني لا، بيستخدم شير ليج وبيوزعها على المساحه الفعاله بتاعت العمود، على الاريا الفعاله بتاعت العمود بالكامل، يعني بتتوزع على مساحه مش بتتوزع صليبه زي ده كده. المهم لو انا هستخدم شير انفورسمنت طبعا بعمل له حساباته، يعني لو انا مثلا طلع البانشنج ان سيف عندي دي المساحه الفعاله بتاعت البانشنج، بقف قبلها بدي على الاثنين، وبقف قبل العمود بمسافه دي على الاثنين، وبرص الكنات بتاعتي على حسب حسابات البانشنج، على حسب حسابات البانشنج اللي انت حسبتها لما طلع البانشنج ان سيف، تمام. والسائد الاستخدام في البوست تنشن بيكون هو الايه اللي هو الشير ستادز، تمام، اللي هي بتكون زي كأن في اسياخ واقفه كده فيرتيكال، واقفه على اللي هو الفلات بار، او زي ما نقول بليته كده رفيعه، بحيث انها ايه تقاوم الايه البانشنج شير ستريسز. فدلوقتي احنا اخذنا في المحاضره دي يعني سلطنا الضوء على بعض الحاجات المهمه اللي هي موجوده في الكود نفسه، الاي سي اي 313 ام 2019. ان شاء الله المره اللي جايه هنتكلم بقى عن الاي سي اي اللي هو 315.99 اللي هو كود التفاصيل. كود التفاصيل ده هتلاقي فيه بعض التفاصيل وما فيهوش تفاصيل كتير، بس هتلاقي فيه الاعمده وهتلاقي فيه الكاميرات على الاقل،
والواين ويس لابس عشان بس نفهم الحاجات اللي احنا كنا عاملين نقولها ونقول المومنت اوف انفليكشن والحاجات دي. لا احنا هنتكلم بقى في ايه بطريقه سهله يشتغلها مهندس التنفيذ او مهندس التصميم. وان شاء الله نلتقي المحاضره القادمه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.